العمل على الارتقاء بالشراكة البينية الجزائرية الموريطانية محور نقاش واسع بين الوزراء والخبراء، شراكة تعكس عمق العلاقات بين البلدين في عديد الميادين. الجزائر وبعد طرحها لقانون الاستثمار الجديد الجالب للمستثمرين عكس بالفعل طموح كل القطاعات الحيوية للعمل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة. وعلى ضوء ما أسده قائدا البلدين من توجيهات، نحن مطلوبون بالعمل على الارتقاء بعلاقات التعاون بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والاندماج بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعاتها التي إلى المزيد من التطور والرقي. أننا مكلفان بمشروع إنجاز الطريق البري الرابط بين تندوف وزويرات، وهو بنية تحتية هامة ستغير شكل المنطقة، إذ ستفك العزلة على المناطق الحدودية وتفك آفاق رحبة التنمية والشراكة وتفتح آفاق التنمية والشراكة والتبادل الاقتصادي، ناهيك عن تواصل الشعبين بعد إنشاء المركزين الحدوديين. حدود جوارية بمئات الكيلومترات وثروات بشرية وطبيعية ستمكن من العمل على تحسين التبادلات الاقتصادية من خلال المعبرين الحدوديين بين الجزائر وموريطانيا والطريق الصحراوي الرابط بين تندوف وزويرات. نقاشات دقيقة بين لجان الخبراء ثم المتابعة للخروج بخارطة طريق تخدم التعاون والشراكة بين الجزائر ونواكشوط. نشرف معكم اليوم على رئاسة لجنة المتابعة المحضرة للدورة 19 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون، وهي دورة تقوم على تقييم شامل وموضوعي لمسار التعاون وتحديد معوقاته واقتراح السبل الكفيلة بتعزيزه في شتى المجالات. خارطة طريق شاملة للعمل لا سيما ما تعلق بالمؤسسات الناشئة والمصغرة الذي يمتد إلى غاية 2024 لتشجيع شباب البلدين خوض عالم المقاولاتية. تفعيل الشراكة بين الجزائر وموريطانيا هو خلق ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني من خلال قاعدة رابح رابح. من العاصمة نواكشوط، مبعوث التلفزيون الجزائري إلى موريطانيا توفيق عجالي.